من اللي موجود كمان؟ مالك، يا احمد، والله يا بطل. محمد صالح، محمد قرون. والله ما عندنا علم والله يعني. أول مرة أسمعها ترى، ما طيب أعرفها. الآن ناخذ. طيب، بالنسبة تصنيف المواد الكيميائية أثناء المناول والنقل، طبعا الخطورة الذاتية وهي تشير إلى الخطورة الذاتية بنفس المادة نفسها، أما الخصائص الذاتية فيها بالنسبة للفيزيائية والكيميائية اللي تتضمنها المادة، وطبعا تصنف المواد على أساس الخصائص الفيزيائية والكيميائية أو الكيميائية بالأصح إلى مجموعات. خلونا ناخذ المجموعات ونناقش، لأنه فيه هنا موجود في التعريف هذا نقطة الوميض، وراح ناخذ يا صورة من باشمهندس، كنت أبحث عنها قبل شوية. سم معلش، النقطة اللي ذكرتها أنت قبل شوية تقول الفلاش بوينت لها علاقة بال الفلاش بوينت، نيو نيو كلير بوم هذه، صح؟ اللي بالانفجارات النووية لها علاقة بال... قد تكون لها علاقة، صحيح لها علاقة، هي لها علاقة بأي مادة موجودة معنا، اما نبغى يعني اما على اساس طبعا النيوكلير بومب ولا اللي هي التفجيرات، لازم يعرفون ايش هو الفلاش بوينت وايش هو الفاير بوينت او الاكسبلوجن بوينت. في عندنا شيئين، عندنا نقطة الوميض ونقطة الانفجار. نقطة الوميض ايش يقصد به؟ خلونا ناخذ الحين التعريف وبعدين ناخذ الصورة ونناقشها سوا يا سليمان والشباب الموجودين. عندنا بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، هي مواد تقوم بإصدار أبخرة أو غازات قابلة للاشتعال إما لوحدها أو بالاتحاد مع مادة أخرى، طبعاً بتوفر عوامل خارجية، وتحدد درجات قابلية المادة للاشتعال بالاعتماد على ما يسمى نقطة الوميض اللي هو الفلاش بوينت. طيب، في كل المواد عندنا، كل المواد اللي نتعامل معها لها فلاش بوينت معين. فخلوني اجيب الصوره الان واحطها في السلايدات هنا. الصوت واضح يا شباب؟ نعم واضح يا باشمهندس. طيب ممتاز، خلوني بس اللي هي هذه. طيب اوكي، هذه بس صورة توضح الفلاش بوينت اللي أمثلة من المواد الكيميائية، كبرها على أساس تكون واضحة للجميع. طيب واضح الصورة صحيح؟ واضح نعم الصورة؟ واضح واضح طيب واضح. يا شباب، اول شيء الفلاش بوينت ايش معناته؟ الفلاش بوينت نرجع للتعريف اللي قبل شويه، ايش يقول؟ يقول تقوم لما تقوم المواد باصدار الابخره او الغازات القابله للاشتعال. طبعا ايش يقصد بالفلاش بوينت؟ النقطه اللي او درجه الحراره اللي توصل لها كل ماده تبدا ببعث السموم او انبعاث السموم او الابخره منها، يعني تبدا تدخن باختصار. الفلاش بوينت هي درجة الحرارة اللي توصل لها كل مادة بخصائصها الخاصة لدرجة انبعاث الأبخرة منها أو الأدخنة منها. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ بالنسبة للفاير بوينت اللي هي أو الإكسبلوجن بوينت، فيه لها اسمين، فاير بوينت والإكسبلوجن بوينت، هذه درجة الحرارة اللي توصل لها المادة تؤدي إلى انفجارها. واضحة يا شباب؟ أو حريقها. واضحة؟ معلش يا دكتور، ممكن تعيدها؟ طيب، الفلاش بوينت، فرق ما بين الفلاش بوينت والفاير بوينت. الفلاش بوينت وش يقصد به؟ نرجع للتعريف اللي قبل شوية. تقوم بإصدار، هي المواد لما المادة تقوم بإصدار أبخرة أو غازات أو غيره، يعني لما توصل المادة لدرجة حرارة معينة إنها تبدأ تبعث أو يبدأ انبعاثات البخار منها وإصدار الأبخرة منها، هذه درجة الحرارة نسميها الفلاش بوينت. يعني مثلا عندنا في الهيدروجين، خلونا ناخذ مثال،
عندنا الهيدروجين أول واحدة، ممتاز، الهيدروجين أول واحدة. إيش الفلاش بوينت حقها؟ الفلاش بوينت حقها سالب 423، أوكي؟ سالب 423 فهرنهايت. هذه كيف؟ هذه لما تبدأ تصدر الأبخرة منها، ممتاز؟ يعني فيها في السالب، يعني مسألة أنه ما تضاف لها حرارة، الهيدروجين لا يضاف لحرارة، ما يمديك أصلاً نضيف لحرارة، لأنه إيش؟ لأنه مادة سريعة الاشتعال جداً، يعني بالسالب وهي يعني مفرزنة زي ما نقول، هي ما زالت تصدر يعني سموم أو أبخرة أو انبعاثات أبخرة منها. يعني مثلاً عندنا هنا الهيدروجين كمثال، متى الفلاش بوينت حقها؟ متى يصدر البخار منها أو انبعاثات السموم أو الغازات منها؟ على درجة حرارة 423 فهرنهايت، أي ما يعادل سالب 253 سيليس، اللي هو اللي درجة الحرارة اللي احنا نستخدمها الآن، زي درجة الحرارة الآن مثلاً في مدينة الرياض. خلونا نشوف الرياض، الرياض، الرياض. طيب الحين درجة الحرارة في الرياض 38، ممتاز. نستخدم إيش 38؟ نستخدم سيليس، سي، ممتاز. فالفلاش بوينت حق الهيدروجين سالب 253. في الكي، وش هو الكي؟ اللي هو الكلفن. الكلفن هذا يساوي تقريبا سالب 34 من السيريس. فنرجع من جديد، الهيدروجين كم الفلاش بوينت حقه؟ متى وش هي درجة الحرارة اللي تخليه يبخر أو يبدأ ببعث السموم أو الغازات اللي فيه؟ 423 فهرنهايت، 253 سيلي. تم، تفضل. يعطيك العافية. يعني نفهم من كذا أنه المادة قبل توصل لدرجة الحرارة سالب 253 درجة مئوية، المادة في أمان، ما تصدر أي انبعاثات، ما في أي صحيح. أبخرة، ما في أي سم. بالضبط، هذا اللي أبغى. حتى لو كانت صحيح. المادة في، يعني حتى لو كانت المادة في غير وسط تفاعلي، يعني ما هي قاعدة تتفاعل مع مادة أخرى أو شيء، ما بس هي قاعدة تتفاعل بدرجة الحرارة. صحيح. يعني مثلا عندنا الهيدروجين هنا يا سليمان اللي نتكلم عنه، إنه المادة سالمة ما دامت ما وصلت درجة الحرارة هذه. إذا وصلت درجة الحرارة هذه اللي هي 253 درجة مئوية، معنات إنه تبدأ تبعث سموم أو تبدأ تدخن. يعني مثلا عندنا في الووتر، المويه، اقرب مثال المويه، كم درجه الفلاش بوينت حقتها؟ اعتقد درجه الغليان 100. لا لا، ما هو بالغليان، انا ما اتكلم عن الغليان، اتكلم البويلينج بوينت 100 اللي هو درجه الغليان. لكن درجه البخار متى تبدا تطلع بخار؟ يعني احنا نشوف البخار يطلع قبل لا تبدا تفور المويه او تغلى، صح؟ صحيح، صح، نعم. طيب متى كم درجة؟ أتوقع يعني عطني، يعني ممكن درجة الحرارة الطبيعية اللي تبخر مياه البحار، يعني 40 درجة مئوية تقريبا، 45 50 في الحدود هذا، 45 50 يعني تقريبا، تقريبا ما في رقم معين لما أنا يحضرني الحين، ممكن أبحث عنها وأعطيكم إياها، لكن ما عندي رقم معين، لكن أقول 45 40 45 50، يعني ما بين 40 والخمسين. لكن البويلينج بوينت اللي هو درجة الغليان 100. لكن حنا لما نتكلم عن الفلاش بوينت أو نقطة الوميض أو نقطة درجة الحرارة اللي توصل لها المادة بحيث إنها تبدأ تبخر أو تبعث سمومها أو تبعث غازاتها، هي يسمونها الفلاش بوينت. وصلت؟ احنا نتكلم عن مادة صلبة يا باشمهندس العال، او غاز، نتكلم عن الفيول، الوقود بشكل عام، اما بحالتها الصلبة او بحالتها السائلة او بحالتها الغازية كلها. طبعا الغاز، الغاز بالغالب ما يصدر الا بعد التبخر، فخلنا من المادة الغازية. هذه كلها المواد اللي عندنا الحين هذه مواد غازية، عفوا، سائلة وصلبة. اللي عندنا هنا المواد الغازية هي اللي تصدر منها يعني انبعاثات، فاهم؟ يعني هي نفسها لما يصدر المادة الصلبة أو السائلة انبعاثات، وش الانبعاثات هذه؟ غاز، صح ولا لا؟ صحيح، أيوة. فحنا لما نتكلم هنا نتكلم عن الهيدروجين، هذه طبعاً بكل، مثل ما قلنا، حالات كلها، هذه كل بكل حالاتها هيدروجين. وش ممكن يكون الهيدروجين؟ مادة غازية. عندنا المثل مادة قد تكون سائلة وقد تكون غازية. البروبين غازية، الغازولين سائلة،
الميثانول فيه منها سائلة وفيه منها صلبة، يعني تجي حالات كثيرة طبعاً تستخدم كلها في في قل معي في مكان العمل. ممتاز. فعندنا أنواع هنا أمثلة عن الحالات كلها، حالات المواد إما سائلة أو غازية أو صلبة اللي تكلمنا عنها قبل شوية. فالفلاش بوينت على أساس نعيدها مرة ثانية للي ما وصلت للفكرة، هي درجة الحرارة اللي توصلها المادة بحيث أنها تبدأ تبخر أو تصدر أبخرتها أو غازاتها أو انبعاثاتها. ليش حنا نخاف من مسألة الفلاش بوينت؟ وليش الفلاش بوينت هذا هو علم أو مجال كامل في مجال الفاير؟ ليه؟ ولها أهمية كبرى، لأنه بعض المواد مثل الغازولين، مثل البروبين، مثل الميثانول، مثل الميثان، مثل الهيدروجين، هذه كلها مواد لما توصل باستثناء تقريبا الهيدروجين ممكن ما يكون سام، لكن مادة تؤدي إلى الانفجار. لها طبعا يعني هي على حسب المادة لها أضرارها المعينة، لكن حنا يهمنا الفلاش بوينت إنها ما نبغى تصدر غازاتها هذه بحيث إن الهيدروجين لا يسبب حريق، أو نفس الغازولين أو البروبين لا تكون يعني مؤذية للجسم نفسه أو تؤدي إلى الحريق كمان. ممتاز. يعني كل هذه المواد تؤدي إلى الحريق إذا وصلت الفلاش بوينت بدرجة الحرارة المعينة الموضحة هنا، أو تؤدي إلى ممكن بعضها إلى أضرار للجسم نفسه. خلك من موضوع أنها تسبب حريق ولا ما تسبب حريق، لكنها تسبب الأضرار للجسم نفسه، الأضرار الصحية respiratory system حقك أو جهاز التنفسي. هذا الجهاز، هذا الفلاش بوينت. عندنا اللي هو الفاير بوينت. الفاير بوينت هي نقطة وصول المادة، درجة حرارة معينة للمادة إذا وصلت لها فهي تنفجر مباشرة أو تحترق مباشرة. واضحة؟ واضحة يا شباب؟ واضحة. النقطة الأخيرة يا باش مهندس تحترق مباشرة عند نقطة الإكسبلوجين بوينت. من اسمها إكسبلوجين بوينت أو الفاير بوينت. فالحين أبغى أحد منكم يا شباب يعلمني الفرق ما بين الفلاش بوينت وبين الفاير بوينت أو الإكسبلوجين بوينت، لها اسمين فاير أو إكسبلوجين. أنا أقول لك يا باش مهندس. تفضل يا باش سليمان. نقطة الفلاش بوينت أو الفلاش بوينت، الفرق بينها وبين الإكسبلوجين بوينت إنه عند الفلاش بوينت تبدأ المادة تصدر أبخر، ممكن تسبب أضرار للجسم أو ممكن تتسبب في حريق. لكن الإكسبلوجين بوينت هنا من المؤكد إنه المادة تشتعل إذا وصلت نقطة الإكسبلوجين بوينت. هذا في إيش؟ في الفاير بوينت أو الإكسبلوجين بوينت، صحيح؟ صحيح. ممتاز. بيض الله وجهك. واضحة يا شباب البقية؟ أحمد، الشباب، مالك، الموجودين، معلومة مهمة جدا بالفاير، ترى جدا مهمة. الفلاش بوينت والفاير بوينت أو الإكسبلوجين بوينت جدا مهمة. خلوني أجيب تعريفين للفلاش بوينت والفاير بوينت ونحاول نشرحها سوا، يمكن للي ما وضحت له الفكرة. أنا ما عندي مشكلة لو يعني نقعد المحاضرة كلها المسألة دي. طيب فلاش بوينت يس فاير بوينت. ما يستر. طيب خلونا ناخذ التعريف هذا. طيب
أدري ليش ماني محصل تعريف واضح للإكسبلوجن بوينت هنا، لكن خلوني أجيب هذه الصورة توضحنا الفلاش بوينت على الأقل. الفاير بوينت أعتقد أنه يعني إذا ما هو واضح نوضحها، لكن هذا الفلاش بوينت على الأقل. طيب طيب هذا الفلاش بوينت يا شباب. طبعا اللي ما هو اللي بحكم انه بالانجليزي انا بترجمه كامل، مكتوب الفلاش بوينت اللي هي نقطه الوميض هي اقل درجه، بحيث انه الليكويد او السائل يعطي دخان كافي لجعل المحيط قابل للحريق أو للاشتعال. ممتاز. نقطة نعيد من جديد، الفلاش بوينت مثل ما تكلمنا هو نقطة الوميض أو درجة الحرارة المعينة اللي تخلي السائل يعطي دخان كافي أو غاز كافي على أساس يشتعل في الحريق او قابل للاشتعال في في محيط العمل او مكان العمل. واضح. عندنا مثلا هنا الغازولين الفلاش بوينت حقه كم؟ سالب 40 فهرنهايت، اللي هو تقريبا يكون حوالي، هو الفهرنهايت تقريبا يساوي 34، او عفوا السيليس يساوي 34، فهذه تقريبا 1.8 سيليس تقريبا، او 1.8 درجه مئويه بحسبتنا احنا. الفهرنهايت طبعا يساوي تقريبا حوالي 34، عفوا السيليس يساوي 34 فهرنهايت. عندنا الفيول اويل اللي هو غاز الوقود، اللي هو الفلاش بوينت حقه 125، فتقريبا حوالي 4.5 درجه مئويه. فاحنا نتكلم عن غازات شديدة الاشتعال، فالفلاش بوينت حقها جدا مهم لنا يا شباب ان نعرف الفلاش بوينت حق كل مادة. طبعا وين الفلاش بوينت مذكور؟ انا قلت لكم قبل المحاضرة اللي فاتت ان في بناء على المادة الكيميائية تصرفاتها وكذا، بناء على ايش تبنى طبعا على حسب تركيبها وتفاعلها، اللي هو السيفتي داتا شيت. يا سلام عليك، السيفتي داتا شيت موجود فيها الفلاش بوينت لكل مادة، اللي هي درجة الحرارة اللي تنبعث منها السموم، والفاير بوينت اللي هو أو الإكسبلوجين بوينت، درجة الحرارة المعينة اللي تسبب الحريق مباشرة من المادة نفسها. فنرجع للجدول هذا على السريع. طبعا احنا فهمنا الهيدروجين أو ناقشنا الهيدروجين، المثن اللي هو سالب 188، احنا نتكلم يا شباب عن يعني سوائل أو مواد صلبة أو غازات شديدة الاشتعال، يعني سريعة الاشتعال بشكل مخيف، سالب 188. عندنا البروبين سالب 104 اللي بالاسطوانات اللي يشب لنا النار، هذا في الكشتات والطلعات برا نستخدم غاز البروبين، سالب 104 قابل للاشتعال. يا كثر ما شفت يعني حوادث بسبب اسطوانات او حاويات البروبين، بسبب ممكن شراره على بعد تقريبا متر ولا مترين منها، فهي سريعه الاشتعال بشكل مخيف هذا، وهي سالب 104، ما بالكم بسالب 253 وسالب 188 وفي كمان غيرها. الغازولين مثل ما تكلمنا قبل شويه approximately سالب 45 فهرنهايت، بس كيف سالب 43 سيليس؟ مفترض أنها أقل من كذا. دقيقة، أنه غريب، أعتقد أنه أقل من كذا. طيب سالب 45 فهرنهايت تو سيريس، خلنا نشوف كم. لا صحيح، تقريبا 43 سيريس.
هو اللي أعرف إنه السيريس دقيقة في فهرنهايت. أيوة السيريس يساوي 34 فهرنهايت، فغريب إنه approximately 45 وسالب 43 هنا، لأنه one سيريس واحد سيريس يساوي 34 فهرنهايت، فكيف إنه سالب 45؟ مفترض إن هذا يكون تقريبا يعني سالب واحد فاصلة أربعة. الغريب إنه سالب 43 للأمانة، لكن على أساس لا نلخبط يا شباب، على أساس لا نلخبط من التحويل وما التحويل وغيره، حنا علينا من السيفتي داتا شيت وكم يعطينا الرقم. حنا ما هو مسألتنا الحين مسألة تحويل وما تحويل، مسألة بس مشاهدة الأرقام ومعرفة فكرة الفلاش بوينت أو النقطة الوميضة. أعتقد أنها واضحة يا شباب، صحيح؟ صحيح صحيح واضحة يا باشمهندس. ممتاز ممتاز. طيب تكلمنا طبعا عن المواد القابلة للاشتعال، المواد القابلة للانفجار اللي هي عبارة عن مواد تضمن خصائص ذاتية تجعلها قابلة للانفجار بتأثير عوامل خارجية فيزيائية ميكانيكية كالحرارة أو الشرر أو الصدم. هذه مثل الداينامتس مثل غيرها، هذه كلها مواد قابلة للانفجار مباشرة. طبعا ايش الداينامت؟ الداينامت عبارة عن مواد كيميائية موجودة فيها تؤدي إلى الانفجار مباشرة، في اللي هي تؤدي إلى الإكسبلوجن بوينت مباشرة، مجرد إنه يصير في شرارة عندها. كيف يبنى مثل ما قال سليمان قبل شوية، كيف يبنى إنه المادة تتفجر أو القنبلة تتفجر في مكان؟ بناء على الفلاش بوينت والإكسبلوجن بوينت، أنا متى أخليها تبخر ومتى أخليها تنفجر. هذه كلها بدراسات واضحة عن المواد الكيميائية وش الإكسبلوجن بوينت حقها، أو اللي هو الإكسبلوجن بوينت اللي هي نقطة الانفجار أو نقطة الحريق أو اللي هو نقطة الوميض أو الفلاش بوينت اللي هي النقطة درجة الحرارة اللي تبعث فيها المادة الكيميائية سمومها وانبعاثاتها أو تبخرها. عندنا هنا جميع المواد القابلة للاشتعال تملك القدرة على تشكيل مخلوط قابل للانفجار مع الهواء عند تركيز معين وبتوفر عوامل مساعدة. طبعا المواد القابلة للاشتعال لما تكون يعني لما يحصل فلاش بوينت مثل ما تكلمنا قبل شوية mixed with air مثل ما شفنا التعريف قبل شوية، نفس المادة هذه مع الأكسجين. الأكسجين طبعا احنا نعرف انه عنصر من عناصر تشكيل الحريق في الأساس، فعندنا الفاير تراينجل ثلاثة عناصر اللي هي أكسجين اللي هي الأكسجين، هيت الحرارة، والفيول. فالهيت نفس الانفجار، نفس المادة هذه لما تكون توصل للفلاش بوينت فهي واصلة لدرجة حرارة معينة أقل من الانفجار، بس إنها تبخر، تبدأ تبخر. الأكسجين عندنا في الهواء، فإيش باقي؟ الفيول أو الوقود أو الشرار. فلذلك يعني ممكن بشخص ممكن إنه يعني يدخن مثلاً في مكان التدخين المخصص في مكان العمل، يكون نفس المواد الكيميائية هذه ممكنها منتشرة في المكان، فيه أكسجين، فيه فلاش بوينت، فيه الهيت، عفواً فيه الفيول وفيه الأكسجين، بقي الهيت اللي هو الحرارة. فمجرد الشخص أنه مثلاً يشعل ولاعته أو غيره، وكثير يمكن شفنا مقاطع عند مثلاً محطات البنزين، شخص ممكن يكون يعني مولع مثلاً ولاعته، يبغى يولع مثلاً سجارة يدخن أو كذا أو أي يعني لأي غرض إن كان، ففجأة نشوف إنه المحطة تشتعل والسيارة تشتعل. ليش؟ لأنه في تسرب من الغاز فأدى إلى الفلاش بوينت. ممكن الحرارة في المملكة العربية السعودية جدا عالية، فهذا الشيء يوصلها للفلاش بوينت، يتسرب الغازولين أو الغاز فيول، عفوا الفيول غاز، بعدين فيه أكسجين طبعا في الهواء الخارجي والهواء الطلق، باقي الحرارة. الحرارة إذا شعل بس ولعته انفجر المكان ويعني صار الضرر اللي نحاول نتجنبه. فهذا سر يعني الحرائق في المحطات وغيره، والحرائق في مكان العمل توفر الثلاث عناصر هذه اللي هي عناصر الحريق. طبعا في عنصر رابع دخلينه هم في الترينجل، طبعا ما فيه ترينجل له أربع أضلاع،
فمسمينه الحين اللي هو الفاير سكوير او غيره اللي هو مربع الحريق، دخلوا اللي هو الكيميكال رياكشن او رده فعل الماده الكيميائيه، بس تبقى على الثلاثه هذه هي الاساسيه. يعني الكيميكال رياكشن للحين ما هو يعني محطوط بشكل رسمي من جهه الان اف بي اي، ولو انه يعني في دورات الان اف بي اي يعطون كيميكال رياكشن، بس بنفس الان اف بي اي نفس الكتاب حاطين الثري اليمنتس او الثلاث عناصر هذه اللي هي الحراره والاكسجين والوقود. نجي يمكن لجميع الغازات المحفوظه تحت ضغط مرتفع ان تشكل خطر الانفجار لدى توفر الشروط المساعده، طبعا البشره والضغط على المواد القابله للانفجار هي امور مساعده لتحقق هذا الانفجار من الماده. احنا لما يعني مثلا مثل الاتوميك شو اسمه بامب اللي القنبله الذريه والقنبله النوويه كيف تعمل؟ تعمل بالانشطار. كيف يعمل الانشطار؟ يعمل عن طريق الضغط اصلا في الاساس، فلما يضغط يوصلون الاكسبلوجن بوينت ويضغطون. يعني الفكره من القنبله النوويه في الاساس هي ضغط شديد على الذره، ثم من الذره هذه لما ما عاد تطيق الضغط هذا وتنفجر، نفس الذره هذه في اي قنبله عاديه يعني الذره يعني الذره هي ذره كامله ممتاز. لكن ايش الفكره من النوويه؟ الفكره من النوويه ان هذا الذره يقسمونها اللي هو العمليه الانشطاريه هذه، يعني تتوزع يصير يعني تروح على مدى معين. طبعا هم حتى يتحكمون بالانشطار، كميه الانشطار وكيفيه الانشطار. يعني مثلا شفنا احنا الانفجار ناجازاكي وهيروشيما وكذا، ما كانوا محددين لعملية الانشطار بالضبط، فكانوا بس يعني مسوين عملية الانشطار لكن ما هم حاطين حد معين. لكن الآن مع تقدم العلم أصبح عملية الانشطار حتى لها حد معين، يعني يبغون مثلا يفجرون مدينة معينة يحسبون مساحة المدينة هذه بناء عليها يقاس عملية الانشطار. هذه استطرادا فقط. فكيف يعمل أصلا؟ كيف تصير القمرة نووية وكيف تعمل أصلا في الأساس؟ أو كيف تصير؟ بناء على الضغط الشديد على الذرة ثم انفجارها، توصيلها الاكسبلوجن بوينت وانفجارها، الضغط شديد جدا يعني ضغط ما ينصف على الذره، ثم من الذره هذه تنشطر. طبعا هي ما هي ذره واحده في الاتوميك بوينت او عفوا الاتوميك بومب اللي هي القنبله الذريه، هي يعني مليارات الذرات. مليارات الذرات هذه تنشطر تنفصل توصل الى حد معين ويصير الانفجار الكبير هذا اللي احنا شفناه في ناجازاكي وهيروشيما، اعتقد ان الكل شافه في افلام وثائقيه وغيره. فعندنا كمان المواد المؤكسدة مثل الكلورات والأكاسيد، عبارة عن مواد غنية بالأكسجين وشديدة التفاعل مع المواد الأخرى، محررة أو محررة كميات كبيرة من الحرارة. الكلورات والأكاسيد عندنا طبعا مثل الكلوركس أو غيره، هذه المواد اللي تستخدم الآن في تنظيف المنزلي، هذه مواد مؤكسدة تعتبر. كيف طبعا ليش هي مواد تستخدم يعني التنظيف المنزلي وغيرها مثل الاسمنت وغيره؟ احنا لما ننظف الطوب ننظف تقريبا الله اكرمكم الله دورات المياه وغيره ننظفها تقريبا بالكلوركس على اساس تكون يعني، او حتى المواعين وغيره يعني مواعين المطبخ واغراض المطبخ بشكل عام. ليه؟ لانها شديده التفاعل مع المواد، فهي تتفاعل مع الماده هذه وتطهرها. ممتاز. فطبعا ليه كيف تطهرها؟ تطهرها بناء على جعل المادة المؤكسدة هذه أو الكلور مادة يعني تزيح جميع الفيروسات أو الميكروبات وغيرها الدقيقة جدا من المادة الصلبة هذه أو المادة الصلبة صحيح مثل المواعين وغيرها. فهي تتفاعل مع المادة هذه بشكل كبير وتزيل كل ما عليها. وحتى الكلور نفسه لما ينحط مثلا على لنفترض الملابس وغيره ما هو صالح. ليه؟ لانه ماده مؤكسده تتفاعل معها وتحولها من مادتها العاديه الى ماده ثانيه ممكن، فهي تتفاعل مع المواد بشكل عام وتستخدم للتنظيف بشكل عام على اساس بعد الاوساخ وغيره. عندنا المواد الاكاله اللي هي يسمونها الكروسف، صحيح الكروسف المواد الاكاله، مثل هي مواد قادرة على إحداث تخريف في النسيج الحي لدى ملامسته لها، وتكون درجة حموضتها أقل من 2 أو أكثر من 12 حموضة وسس قلوية. في كثير من المواد الأكالة، لما أنا كثير في
كروسف ماتيريال، خلوني مثلا اجيب كروسف ماتيريال سمبل مثل ال الإيرتنت، مثل البيكتوغرامز، مثل غيرها. طبعا هذه مواد كثيرة تكون مستخدمة، ممكن الاستروتنس، مثل يعني مواد كثيرة جدا تكون مواد أكالة. ايش معنات المواد الأكالة؟ هي اللي تحدث خراب في النسيج، مثلا مثل لما تصبها مثلا على ماسورة، مثلا نفترض الماسورة هذه تبدأ تتآكل شيئا فشيئا ويخرب نسيجها ويخرب استقامتها أو يخرب تركيبها، فهي يسمونها المواد الأكالة اللي هي الكروسيف ماتيريالز اللي يمكن نتعامل معها من قبل. عندنا المواد الفعالة كيميائيا، وهي مواد نشيطة كيميائيا حيث يؤدي تفاعلها مع المواد الكيميائية الأخرى إلى احتمال وقوع حوادث خطرة نتيجة تشكل مواد قابلة للاشتعال والانفجار أو مواد شديدة السمية. هذه أعتقد أنها واضحة. طيب الخطورة الصحية، باقي الآن دقيقة على المحاضرة. أنا ما أدري إذا في أحد دخل جديد. مالك العنزي صالح هاني، خلوني أخذ الأسماء. الخطورة الصحية هذه نناقشها إن شاء الله بعد رجعتنا من اليوم الوطني أو إجازة اليوم الوطني الأسبوع القادم. طيب الأسماء الموجودة عندي: أحمد نايف العنزي، سليمان العسيري، صالح المطيري، عبد الله راشد المطيري، مالك العنزي، محمد صالح الحميدي، محمد علي قرون، والحسن شلوان. من كمان؟ حاضر، حياك يا ابوي. في احد ثاني يا شباب ما سمع اسمه؟ اي نعم، طال انا طال. في الاسم طالع علي الليبا سام، اسمي هادي. صالح علي هادي. طيب والاسم الثاني من هو؟ موسى محمد الحارثي. طيب ممتاز، موسى الحارثي. خلاص الله يعطيكم العافية يا شباب وشكرا لكم. الله يوفقك. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك.